novembre, après mon stage, où j'ai dit à Ishaq, mon frère l'Abdoua, et mon frère, où j'étais là, sur la date, c'est le 20 novembre, après mon stage, c'est à l'âge de Sabah. النقطة الأولى لإعداد الموسم الفلاحي 2016-2017. النقطة الثانية دراسة مشاريع اتفاقية من أجل تمويل وإنجاز مشاريع تكوين جامعات بعمالة وجدة أنقال. دراسة مشاريع اتفاقية من أجل تمويل وإنجاز مشاريع تكوين جامعات بإقليم ناطور. هادو بلا ما تكرر يعني بأقاليم جسجية. بأقاليم جسجية. دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وفتح المسالك الطرقية لأقاليم جسجية. تقديم عرض حول الائتمان بشأن طلبات القروض صندوق تجهيز الجامعي، تحويل اعتمادات مالية، دراسة مشروع اتفاقية إطار مع جمعية أمل مقاولات بشأن تنمية النسيج الاقتصادي بجهة الشرق، دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج وجدة مبادرة لدعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا، دراسة إمكانية تعديل جدول التحملات المتعلقة بالاستثمار. دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالجهة، الموافقة على إحداث الهيئات الاستشارية لمجلس الجهة. دراسة مشروع اتفاقية شراكة لتقديم دعم إضافي من أجل تجديد أسطول سيارات الأجرة بأقاليم الجهة. وشكراً.